بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير للجميع، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، والله يحفظ عمان وأن تكون كل الجهود والأعمال ودعم جلالة السلطان في أن يعني ننجو من هذه الجائحة بإذن الله تعالى، وأن يعمل الكل في المحافظة على نفسه والارتقاء بالوطن بإذن الله تعالى، وأن يتغير الوضع إلى الأفضل بإذن الله تعالى، وأن نواصل في الجهد في الأعمال التطويرية بالنسبة للسلطنة، ولا نركز أيضا في الجائحة التي الآن هي مستمرة ونتعايش معها، وأن نغير كل الاتجاهات من نسبة الأعمال المباشرة إلى الإلكترونية، وأيضا الجميع من الشباب إن شاء الله أن يجتهد وينجح في أعماله بإذن الله تعالى. ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يزيح هذه الجائحة، هو الذي سبحانه وتعالى الذي أرسل هذه الجائحة، وهو بقدرته أيضا أن يمحوها، وعلى كل شخص أن يحمي نفسه، وهذه أمانة للجميع بحيث أنه يكون مسؤول عن تصرفاته وبالاتقاء من هذه الجائحة. موضوعنا اليوم في قهوة الصباح، طبعا عندنا شعار كان أمس بالنسبة لليوم العالمي للتبرع بالدم، شعار جديد، وأيضا هو موجود بأن لابد أن الجميع أن يتبرع بالدم ويساعد بنك الدم في مساعدة الأشخاص المحتاجين لهذا الدم، وهذا مأجورون عليه بإذن الله تعالى. موضوعنا اليوم أيضا هو يعني التواصل عن بعد من خلال التواصل المرئي مع شخص أصم، وهذا طبعا من الأولويات اللي احنا نتبعها هنا في الهيئة بحيث أن تكون التقنية هي مساندة لنا. اسم ضيفنا اليوم سالم بن علي الهاشمي، نشكره ونسلم عليه. صباح الخير. السلام عليكم أخي سلطان، صباح النور، أشكرك على استضافتي في هذا البرنامج في قهوة الصباح، وأيضا أنا موظف في قسم في جهاز الاستثمار العماني. ما شاء الله، رائع، قسم الاستثمار العماني، تعمل هناك في أي قسم، في أي دائرة تعمل داخل الجهاز؟ نعم، أعمل في هذا في قسم البريد من خلال إرسال الرسائل وإشراف عليها للموظفين. جميل. أنا بس سؤالي لك أخي سالم، كيف تتعامل مع هذه الجائحة وأيضا مع الموظفين مع المراجعين، تنظيم العمل، الشروط الوقائية، كل هذه الأعمال؟ أولا بالنسبة لأنت، هل بكونك أصم تعلم بكل الإجراءات التي الوقائية بالنسبة لجائحة كورونا؟ هل هناك تدريب؟ هل هناك تعريف بهذه الإجراءات؟ نعم، أولا يعني من خلال النشرات الأخبارية متوفرة في قناة سلطنة عمان، أيضا بالتعليمات والوقائية، وأيضا من خلال التطبيق ساين بوك، أيضا الشروط والإجراءات الصحية المترجمة بشكل يومي للأشخاص الصم، والبيانات والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا، وأيضا أن أنا أخبر زملائي بأنه ينتبهوا ويتحذروا من هذه الإجراءات الوقائية والصحية. الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى طبعا، ونشكر كذلك الحكومة على دعمها، وأيضا وضع كل البيانات والإرشادات من خلال الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، من خلال مركز الاتصال، لدعمهم أيضا في نشر المعلومات، وبحيث يكون المجتمع واعي، وخاصة فئة ذوي الإعاقة السمعية. السؤال الثاني بالنسبة للموظفين في الحكومة، بالنسبة لأن الآن قبل فترة كان لابد من يكون هناك 50% من الموظفين في الأجهزة الحكومية، كيف العمل لديك بعد أن الإجراءات الجديدة هذه، ما هي الآلية المتبعة لديكم؟ نعم،
تقريبا قبل ثلاثة أول ما بدأ هذه الجائحة من شهر فبراير، وبدأ انتشار بين الأشخاص بين المجتمع العماني والوافدين، وبدأ تقليص الموظفين إلى 30%، وبعدها تم إجازة بالتناوب بين الموظفين لحماية أنفسنا من هذه الجائحة، وبعدها تم رفع الحظر إلى 50% للموظفين مع التزام بالإجراءات الوقاية والشروط التي أمرت بها الجهات الصحية والحكومة. ولكن إحنا هنا يعني لما أنا أذهب للدوام وهنا يعني أنتبه من هذه الجائحة بعدم الاختلاط بوضع الكمامات والقفازات، وبعدها أيضا بوقع المطهرات، وأبدأ بالدوام وأذهب إلى مقر العمل وأقوم بالعمل التي يطلب مني من خلال إدخال البيانات، توصيل الرسائل، استلامها، وأيضا التباعد الاجتماعي باثنين متر بين كل موظفين، سواء إذا كنا في العمل أو أنه أشخاص مراجعين يجوا يستلموا في رسائل معينة. أيضا الكمام لابد أنه يكون متواجد لكل الموظفين. أيضا الأكل مثلا كل شخص يأتي بنفسه أو يعمل أو يأتي العدة تكون معه، ويكون أنه منتبه بصحته لله الحمد. جميل، رائع، تنظيم جيد، محافظة والمرعاة، وهذا اهتمام جيد أيضا بالنسبة لوقاية الشخص من الجائحة. بالنسبة لي أنت كموظفين أو المراجعين لما يأتوك إلى القسم كيف تتواصل معهم؟ لأن في وجود كمامة وأنت ربما تعتمد على قراءة الشفاه وأيضا التباعد، كيف الطريقة؟ هل يفشل تواصلكم؟ ما هي الحلول التي تتبعها؟ نعم، بخصوص نقاب الأشخاص السامعين الناطقين أنه إذا كان شخص يزيل الكمام أنه يبتعد عني، فلا بد أنه يوضع الكمام إذا اقترب مني، فلا بد أن يعني توضح بعض الإيماءات وأفهم من قبله، وأيضا لا بد أنها تكون الإيماءات واضحة وجيدة للشخص الثاني، أو أن أيضا عن طريق الكتابة والتواصل عن طريق الكتابة. أيوة ممتاز. نعم، بالنسبة للسؤال التالي أيضا بالنسبة للتحديات اللي تواجهها، التحديات الصعبة اللي تواجهها، ربما أنه قد تشكل لك عائق ربما، كيف ممكن أن تجتاز هذه التحديات تغيرها، أو هي نفسها التحديات اللي تواجهها في التعامل مع المراجعين؟ نعم، في بداية الأمر أنه يعني شخص أصم وكيف أنه يتعامل مع الموظفين ولابد أنه يلبس الكمام، ف يعني بدا انه الاهتمام والتعاون من قبل زملائي في العمل، بدا انهم ايضا يتعلموا اساسيات لغه الاشاره والتواصل مع بعض في محيط العمل، وبدات عندهم الافكار والكلمات والجمل، قدروا انهم يربطوا مع بعض هذه الجمل والتواصل سلس بلغه الاشاره. نعم. جميل جميل، ممتاز، تنظيم رائع. بالنسبة لك أنت لما تلبس الكمامة أو طبعا ما تفهم أنت من خلال حركة الشفاء، كيف ممكن أن تفهم منه الشخص، كيف تفهم من خلال تعاملك معه، هل هناك حل في تواصلك مع الآخرين؟ نعم، أولا بد أن تكون يعني الإيماءات ولغة الشفاء أنها تكون واضحة، ولكن الآن في هذا الوضع والإجراءات الاحترازية والوقائية بوضع الكمام عن نسبة 50% أقدر أن أنا أفهم من خلال الموظف أو الشخص المراجع، وأيضا عن طريق الكتابة تظهر بعض الإيماءات من خلال فوق العين وفي الوجه بشكل خفيف. نعم، جميل جميل التطور. في الأخير طبعا أنت تكون مرتاح لما تنتهي من العمل وتذهب إلى البيت وتقابل أسرتك، ما هي الإجراءات الاحترازية التي تتبعها قبل دخولك إلى المنزل؟ نعم، لما أنتهي من الدوام وأذهب للعمل لابد أن أتبع الإجراءات الصحية من خلال تنظيف اليدين، أذهب أركب المركبة السيارة وأذهب
وطريق إلى البيت، أيضا وضع الكمام. فأيضا مرة ثانية لما أوصل إلى المنزل أن أيضا أغسل يدي، لأن أنا لمست في السيارة أدوات وما شابه ذلك، فلابد أن أنا أعكم ونظف يدي من أول وجديد، وبعدها أجلس مع الأسرة وأيضا بوضع الملابس من الدوام في مكان معزول وتنظيفها في مكان آخر، وبعدها أن أجلس مع الأسرة من خلال بعد ما يكون أنا خلصت عكمت يدي ونظفت واتبعت الإرشادات والصحية والوقائية، ويكون هذا بشكل يومي. جميل جدا. طيب بعد ذلك أنت في المساء مثلا هل تذهب إلى التسوق، تواصل مع الأشخاص الصم، تطلع معهم؟ نعم، يعني أذهب للماركت التسوقية أو الماركت الصحية أو ما شابه ذلك. لابد أيضا أن أتبع الليرات الصحية من خلال لبس القفازات، الكمامات، وأخذ المشتريات وما شابه ذلك، وبعدها أيضا أوضعها في السيارة، وأيضا أوصلها للمنزل إن أنا بنفسي أن أنزلها وأعقمها وأنظفها، وبعد ذلك تقريبا فترة من الزمن، وبعدها يتم ترتيب هذه الأغراض في المنزل. جميل جميل جميل، رائع جدا، كلام ممتاز جدا. طبعا أشكرك أخي سالم على هذا اللقاء. أشكرك أخي سلطان على استضافتي في هذا البرنامج قهوة الصباح. طبعا نحن انتهينا من خلال ضيفنا سالم الهاشمي، من خلال أيضا توضيحات الذي قالها بالنسبة للإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا، وعلى الجميع أنهم أيضا ينتبهوا في كل ما تم سرده في هذا اللقاء، سواء كان في المنزل، في العمل، خارج المنزل، في المساء، على الإنسان أن يكون متبع كل الإجراءات الوقائية والحفاظ على نفسه، لأنه الحياة غالية جدا لا نخسرها بسهولة. هذه لابد أن ننتبه جميعا. اليوم طبعا شيء جديد هو بالنسبة لنا، هو شعار اللي هو الكل لابد يكون الهدف منه هو لابد أن نحافظ على أنفسنا. بالنسبة للشعار التواصل الحكومي اللي هو لابد أن ننصح الجميع بالاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية، ولابد أن نفهمها جميعا ونتبعها باستمرار، ولكن من أن ننتبه أكثر بحيث أن نحافظ على أنفسنا، والله يحفظ الجميع، وأن نكون بصحة وعافية، والله يحفظكم، وإلى اللقاء.